وقد أكد الوالي المساعد لولاية البراكنة أهمية هذا النوع من الورشات الذي يساعد على توعية المرأة وتكوينها في مجال السلوكيات المتحضرة بوصفها محور النهوض بالمجتمع. يعتبر الفضاء حيزاً ودياً وآمناً مخصصاً للشابات والفتيات التي تعتبر في وضعيات هشة المعارضات لخطر التسرب المدرسي، وذلك لضمان تطورهن وتدريبهن في مجال الصحة الإنجابية وبناء مهاراتهن الحياتية الاجتماعية والسلوكية من أجل الحماية والتمكين الشخصي، ويتم اختياره على المستوى المحلي توافقيا وفقا لمعايير الملائمة. تجدر الإشارة إلى أن هذا التكوين المنظم من طرف مشروع تمكين المرأة والعائدة الديمغرافي سود ستستفيد منه 128 منها 70 منعشات و 58 مسؤولات المتابعة من قطاعات التعليم والعمل الاجتماعي والثقافة والشباب.